طيب برضو عايزين نتكلم مع حضراتكم في موضوع كنا اتكلمنا عنه امبارح، واعتقد ان ده موضوع يهم كل اعضاء بصفه خاصه اعضاء النادي الاهلي بفروع مختلفه. كلمناكم عن لقاح كورونا وتطعيم الاعضاء اللي تم بالفعل في فرعي النادي الاهلي بالجزيره ومدينه نصر. برضو خلونا ننوه لحضراتكم مره تانية ونقول ان الاداره التنفيذيه للنادي الاهلي نظمت بالامس اكيد بالتنسيق مع وزاره الصحه، نظمت حمله تطعيم لاعضاء النادي ضد فيروس كورونا في مقر النادي بالجزيره، طبعا للتيسير على الاعضاء المسجلين بقوائم طلبات الحصول على اللقاح. الاستاذ خالد مرسي كان حريص جدا، هو مدير مقر النادي بالجزيره طبعا، كان حريص على انه يتابع العمليه التنظيميه خصوصا مع تواجد اعداد كبيره جدا من الاعضاء الراغبين في الحصول على التطعيم. والجدير بالذكر ان بتستمر حمله التطعيم للاعضاء الحاصلين على الجرعه الاولى لمده 3 ايام ابتداء من الامس من يوم الاثنين، على ان يحصل العضو على الجرعه الثانيه في نهايه الشهر المقبل ان شاء الله. وطبعا دي برضو من ضمن اكيد الخدمات المحترمه جدا والهامه جدا اللي بتبين لنا كلنا الى اي درجه النادي الاهلي وكل القائمين عليه وكل المسؤولين عنه مهتمين بكل عضو من اعضاء النادي الاهلي في كافه الفروع، شيء جدير بالاحترام فعلا. ويمكن احنا برضو امبارح في نهايه الحلقه نوهنا عن ده، يعني لان زي ما بتقال الحمله دي بتلف على الفروع المختلفه للنادي الاهلي علشان حتى تسهل على الاعضاء، مش لازم انت لو مثلا ساكن في مدينه نصر او ساكن في حته في التجمع لازم تيجي مثلا اهلي الجزيره، لا احنا بنروح لك المكان ما يعني يكون قريب ليك او المكان اللوكيشن زي ما بيتقال.